السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المدرب حسام يونسو من مجموعة اللغات الدولية دبلوم علوم الحاسوب المادة بي اتش بي الدرس رقم 13. الدرس السابق اشتغلنا على نظام مدرسي، إدارة الطلاب والأساتذة، إدارة الحصص. ما خلصنا طبعا، رح ندخل لنشوف نلقي نظرة سريعة عليه للي ما كان حاضر في الدرس السابق. لوكال هوست، وهذا عملنا تسجيل دخول تبعه للنظام، طبعا نفس تسجيل الدخول السابق تبع المتجر اللي عملناه، ولكن هالمرة نفس الشيء في الموقع الجديد. الصفحة الرئيسية عندنا راح يكون في أدوات بتخص أسرع للأستاذ، مثلا بيكون داخل الأستاذ لا تدرسه، وقت اللي بيدخل طالب بيكون طالع له صفحة للطالب إنه هي الصفحة مثلا لديك هذه الدروس، وهيك هيك يعني اختصارات مشان ما يدخل لسه يدور في الحصص وهيك. هدول طبعا ما سويناهم لسه، راح نسويهم. بالنسبة للطلاب عملنا نوعين حسابات، لوكال هوست، خلينا بي اتش بي ماي ادمن، خلينا نشوفها. هاي صفحة الطلاب. إذا كان أستاذ بيشوف هاي الصفحة وبيشوف الطلاب، إذا كان أستاذ بيشوف الدروس اللي عم تنباع اللي فينه يضيف درس مثلا إذا أستاذ، ولكن إذا كان طالب ما راح يكون بيشوف هذا القسم تبع إضافة الدروس. بالنسبة لهالشيء طبعا بده شغل أكثر من هيك، ولكن إحنا شوي شوي خطوة خطوة عم نشتغل عليها. قاعدة البيانات اللي عندنا اسمها سكول، فيها 3 جداول حاليا شيلونا من الجدول الثالث. الجدول الاول اللي عملناه امبارح هو المستخدمين. اول شيء الاي دي بعد تلقائي، طبعا الاسم، اليوزر نيم والباسورد الخاص في المستخدم. التايب هون تجي بمعنى اذا كان رقم 1 يعني استاذ، واذا كان رقم 2 يعني طالب. ليش عملنا هيك؟ نحن مشان نقدر نكتشف ان كان طالب او استاذ المستخدم اللي عم يسجل دخوله. فاذا كان طالب في بعض الميزات في السيستم في النظام الاداري هذا ما راح تظهر للطالب، مثل اذا كان طالب ما راح يقدر يضيف صف جديد مثلا، اذا كان استاذ بيقدر يضيف، تطلع له هاي بيقدر يضيف درس جديد. نفس الشيء للدروس، اذا كان استاذ ما فينه مثلا يشوف الشغلات بيشوف الطالب، بيشوف الشغلات بيشوف فقط الاستاذ. لهيك احنا رح نعمل صفحتين من كل صفحة. نفس الشيء بالهوم، هون اذا كان استاذ رح يكتب له لديك درس في الساعة كذا يجب ان تعطيه مثلا، وهيك لازم يكتب. اما اذا كان طالب لديك درس على الساعة هاي مثلا كذا كذا، بيكتب له بالتاريخ مع الساعة تبعيته. بهالطريقة نحن شو سوينا؟ سوينا نحن حالات يعني الشروط، إذا كان أستاذ بيظهر له الشغلات الخاصة فيه للأستاذ، وإذا كان طالب تظهر له الشغلات الخاصة في الطالب. طبعا في أمثلة عن هالشغلات في المودل إذا سمعانين فيه. المودل هو عبارة عن صفحة، لو أورجيكم ديمو عليها. مونت أورانج سكول مودل ساند بوكس، خلينا نشوف في واحد منهم. شوف بس شي ديمو ديسكفر، على ما اظن شايلينه منه. كان فيهم ديمو كان شغال بس ما اعرف شلون اشتغل. اكسبلور موديل ان اكشن بس بدي واحدة كبار. choose the role student بس شنو ده student model، وانا مغيرينه كتير والله مغيرينه. الموديل ما كان هيك، الموديل اللي احنا حتى استخدمته في الجامعة انا موديل image. شوفوا هون
هذا هو. هيك كان الموديل. الموديل هيك بيطلع انه اناونسمنت، هون بنحط دروس 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 تحته. نفس الشيء كمان في الفحوصات، قسم الفحوصات، قسم الدروس، طالب، الاستاذ، الشغلات اللي بيدخلها يعني كلياتها بيحضر. حتى بوقت بده يبلش درس جديد، حتى في مثال تاني هو المايكروسوفت تيمز، يعني كمان مثله بيستخدموا في الجامعات. كان فقط انه الاستاذ مثلا يدخل يحط الرابط تبع الزوم عشان نقدر نحضر الدرس، ندخل بنلاقي الدرس. بس يرتفع الدرس بينرفع على الجوجل او على الدرايف او اي شيء، بيرفعوه بيحطوا رابطه في السيستم. هلا نحن في الدرس السابق، قبل ما نخلص هاي التيبل تبعت الستودنتس اليوزرز. تيبل كلاس هي عبارة عن اسم الدرس ووقته، تاريخ الدرس. رح نضيف طبعا أكثر شغلات يعني. وفي عندنا تيبل متداخلة مترابطة مع هاي وهاي، اسمها STD كلاس. شو يعني؟ يعني إنه الدرس اللي أخذه هذا الطالب واسم الطالب. يعني هلا إذا بدي يربط الدرس بالطالب، مثلا هذا الدرس بيحضره هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب يعني، فأعطي مثال عليها ثواني. في عندنا الدرس هاد، تمام؟ في عندنا هذا طالب وهذا طالب وهذا طالب هيك، وعندنا هون هذا درس، وعندنا هاي عبارة عن وصلة هاي الجدول. هاي الجدول ال STD CLS عبارة عن جدول بيربط هاد في هاد. فشو رح يجي؟ رح يجي هون عندنا، مو عندنا نحن بس 3 عواميد هيك، ID، رح يجي عندنا كمان student ID، رح يجي class ID. شو بنسوي بها؟ هذا بيعد 1 2 3 اوتوماتيك. ال STD ID هو عبارة عن ID الطالب. ID الطالب، وقت اللي بيجي ID الطالب وين بنحط؟ بنحط هون مثلا، بيجي انه ID الطالب رقم 2، الطالب رقم 2 بياخذ الدرس رقم 1. الطالب رقم 2 كمان بياخذ الدرس رقم 2، والطالب رقم 2 كمان بياخذ الدرس رقم 3، والطالب رقم 3 بياخذ الدرس رقم 1، الطالب رقم 4 بياخذ الدرس رقم 1. فمشان هالشغله نحن شو سوينا؟ سوينا هذا الجدول عشان نربطهم في بعض. وقت نسحب البيانات على الجدول الخاص فينا، فينا نعرف نحن مين الطالب اللي عم بياخذ هذا الدرس ومين اللي ما عم بياخذ. وشو كمان بصير فينا؟ نضيف الطلاب على هاي الدروس. خلينا هلا نعمل المثال. طبعا ما عملناها هاي اسا، تركت انا الدرس هاد، قلت انه الشغلات اللي عملناها حتى الان كلها سهله، يعني عباره عن اظهار اسماء الطلاب واظهار الدروس واضافته فقط. هاي تعتبر سهله لانه اخذناها في الدرس الماضي، الدروس الماضيه يعني. هلا رح نجي نكمل في موقعنا، ندخل على الزامب بسرعه. هاي الزامب بلشنا صحيح، احنا نجي بنروح على ال htdocs، نفتح الملف سكوب اسمه سكوب open with code. تمام. هلا الموقع بيجي بهالحالة هاي. أول شيء عندنا نحن ال connect.php، اتصال قاعدة البيانات تبعنا هذا ثابت. الصفحة الرئيسية الاندكس فاضي، في فقط النافبار يعني شريطة البحث وهالشغلات والروابط اللي فوق. لوج ان صفحة تسجيل الدخول عملنا فيها نحن كونكشن، جبنا كونكشن، بلشنا السيشن مثل ما قلنا مشان نقدر نسحب البيانات من هاي السيشن. هذا عبارة عن متغير بيضل شغال طالما انت مشغل المتصفح. هذا المتغير طالما انت مشغله والستيشن ستارت بيضل شغال بكل الصفحات اللي مبلش فيها السيشن، يعني انت تنقلت من تبويبه لتبويبه ثانيه بيضل شغال الموقع ما بيسجل خروج. فقط وقت بتشيل قيمته لهاد نحن عاملينه انه يرجع على تسجيل الدخول. هون جايين على تسجيل دخول يوزر نيم والباسورد سلكت، اخذنا قارناهم بالموجودات في قاعده البيانات الموجود، اذا وجد ياخده وياخذ الاي دي تبعه. وشو كمان ياخذ؟ ياخذ التايب تبعه. ليش التايب؟ عشان نعمل الشروط الخاصه فينا، نعمل اف else اذا كان هذا طالب، اذا لا تظهر له الشغلات اللي بيعملها الاستاذ. اذا كان استاذ اعطيه الشغلات والميزات وصلاحيات الاستاذ لهذا الشخص. هالطريقه هاي. هلا
هاي صفحة التسجيل الدخول، طبعا نسخناها فورا من موقع نت، ما عذبنا حالنا نكتبها، خطة بسيطة. صفحة الكلاسز طبعا فيها الدروس مع تاريخهم، select all from classes، result، connection، query، while، row، وجبناهم نظامي للدروس. طب هون في عندنا شغلة، نحن عندنا الدروس، نحن عم نجيب كل الدروس الموجودة. طيب أنا ما بدي أجيب كل الدروس الموجودة، بدي أجيب كمان الدروس فقط الخاصة في الأستاذ هاب مثلا. فهاي الشغلة كمان رح نعملها، ما بدنا نجيب دائما كل الدروس، بجوز أنا يكون في درس حاط شايفه ولكن هذا الدرس ما إلي يعني بالأصل، ولكن بنفس الوقت دائما بنحطه ليش، بجوز يكون في أكثر من أستاذ عشان نعرف إذا هذا الأستاذ مثلا، إذا بدنا نجي نقارن مثلا بهالدرس اللي عم ناخذه هلا، نحن هلا عندنا مثلا عم نتبادل الحسابات او عم ناخذ الحساب او هيك حتى نقدر نعطي درس. ولكن اذا بدنا نسوي الشغله احترافيه اكثر، شو بنسوي؟ بنسوي خلي الاساتذه كلياتهم يشوفوا دروس بعض ويشوفوا الجدول، هل هذا الاستاذ عنده درس؟ اذا كان عنده درس هذا الاستاذ ما بيدخل ولا يعني ما بيعمل درسه لحتى يخلص الدرس السابق، هيك بيعرف انه الطالب هذا عنده درس، طلابه هذا عنده دروس، بجوز يكونوا عم بياخذوا نفس المادة، فبقول ما فيني أعطي الدرس طالما الطلاب مشغولين في درس ثاني. هاي كمان الشغلة مفيدة. بالنسبة لصفحة الـ students كمان جبنا الـ students وحطيناهم على الـ LI وطبعناهم طبعا لاسمهم للطلاب. طيب نحن امبارح كنا بدنا نكمل في الـ classes، يعني في الـ الدروس في الصفوف، الدروس تعتبر هي درس واحد lesson. خلينا نحن نعمل هون ربط الطلاب بالدرس. شو يعني هالشي؟ هالشي بيعني انه انا وقت بدي اعمل درس جديد راح احط مين بده ياخذ الدرس من الطلاب، يعني عن مين بده يظهر الدرس. اذا كان هذا الدرس ما هو ظاهر عند هذا الطالب او ما بياخده، ما لازم يطلع عنده في صفحته للطالب. فمشان نسوي هالشي نحن بنجي على صفحة الكلاسز. بعد ما نجي على صفحة الكلاسز ندخل على الفانكشن اللي عاملين احنا هون، هي الوايل لوب، مستخدمين الوايل لوب مشان نجيب الطلاب. طيب هلا بنجي لهون، نجي لتحت، تحت هاي نحن بنحط هون عاملين اد نيو كلاس، يعني اضافة درس جديد. خلينا نشيل هذا الفورم تمام، نخفيه عن الطلاب. شلون بدنا نخفيه؟ بشكل بسيط جدا، سواء نظبط هاي مظبوط، نفرق هدول، هذا الديف هاد، هذا كلياته فقط لإضافة الدرس الجديد. إذا نجي لهون نعمل if تمام، أول شيء بنفتح ال PHP ما لنا فاتحينه، PHP وبناخذ هاي كنترول اكس كنترول في هون ومنسكره من هون كمان، وهون كمان بنسكره. هيك شو صار عندنا؟ لو في عندنا غلط حطيناها لتحت هلا تمام. هيك صار، اذا ما اشتغلت هاي ما بيدخل الكود اللي جوا، يعني ما بيقرا، لازم تشتغل هاي الاف تتحقق لحتى يدخل ويقرا الكود اللي في قلبه، يعني ما بينطبع حتى هذا الكود يعني بهالطريقه. هيك احسن ما نعمل ايكو ونطبع الكود هالطريقه، نحن كانه عملنا يعني الموقع، عفوا الايكو، كانه عملنا الايكو، ولكن بهالطريقه هاي نحن فقط عم نمنع المتصفح من انه يقراها، او بشكل عام يعني ما متصفح بصراحه. ليش؟ لانه ملفات البي اتش بي بتتعالج في السيرفر قبل المتصفح، الملفات الاتش تي ام ال فورا بتنبعد عن المتصفح، ولكن البي اتش بي بتتعالج في السيرفر بعدين تنبعث على المتصفح. لكن ليش السيرفرات دائما بتلاقي فيها معالجين وثلاثة وأربعة أحيانا بيحطوها؟ لأنه بدها معالجة قبل ما تشغل الكود. هلا بنعمل هون if شو كانت اللوجين، هون عنا session type، كنا عاملينها نحن session type. هلا هون نجي حاطين الاوث، فاتحين السيشن وين؟ حاطينها هون session start if empty سيشن اي دي، وبياخذوا بفضل بيرجعوا على تسجيل الدخول، وفاتحين السيشن بكل الصفحات عم ناخذ فيه ملف الاوت، تعودوا دائما تحطوا له ملف الاوت.
نعمل هون if not empty، يعني إذا ما كان فارغ ال هذا ال session هذا اللي نحطه هلا، إذا ما كان فارغ ال type بيدخلوا. طيب if not empty and session type يساوي يساوي، شو لازم يكون ال type؟ نحن حتى نقدر نضيف درس لازم يكون واحد. نعمل صح save، نجي لهم نحدث الصفحة بنلاقيه انه اجا ضل يجي ال class name. خلينا نسجل بحساب طالب ونشوف شو بيصير. احمد طبعا عندنا احمد، خلينا نسجل خروج احمد 1 2 3 4 5 login. نجي على ال classes هون بنلاقي انه اختفت اضافة الدرس. طيب هل هي اختفت انه تخبت ولا اختفت نهائيا ما تبين؟ انه فينا نعدل بالانسبكت ونجيبها يعني؟ لا طبعا لا ما فينا. شو السبب؟ السبب هو انه انا وقت حطيت الكود البي اتش بي، السيرفر وقت عمل البيانات وعالجها قبل ما يبعث البيانات لعندي عالجها وطلعت الاف شرط غير صالح، اذا هون اجاها فولس فشاف انه الموقع ما لازم يعطي ال كود هذا، ما لازم يقراه كله على بعضه، فلهيك بتجاهله وبيمشي. هيك ما بيظهر حتى بالمتصفح، ما بيظهر هذا لهيك الطريقة. هاي بالنسبة ل منعنا الطالب انه يشوف الدرس، اضافة الدرس. هلا بنرجع بنجي ونسجل دخول كأستاذ. اد يسام 2 3 4 5 سجلنا دخول، جينا لتحت لقينا اد نيو كلاس. طيب هلا نحن بعد ما ضفنا الكلاس خلينا نعمل هون شغلة بسيطة، نحط فيها جميع الطلاب مع إشارة صح جنبهم، مشان الطالب اللي بده بنحطوا جميع أسماء الطلاب تحت، والطلاب اللي بدهم يحضروا الدرس بنحددهم في إيدينا، بعدين نضغط Add Class بنضيف الدرس على الجدول مع إضافة الطالب، بنضيف حتى الطلاب عليه يعني جاهزين كله. شو بنسوي هون؟ نيجي لهون نعمل if، او ما في داعي للاف، نيجي فورا بنشوف هون شلون اخذين الطلاب. نحن هون نفس الهاي بناخذها تمام، كنترول سي، ونيجي لهون بنحطها. نعمل طبعا اول شيء خلينا اول شيء ناخذ التشيك بوكس، بنروح على البوت ستراب ناخذ تشيك بوكس جاهز. يعني ليش باخذه من البوت ستراب؟ لانه ما عمل له الكلاسات والستايلات جاهزه، يعني عشان ما اعذب حالي ناخذ نضيع وقت في كتابته. utilities تشيك بوكس components عفوا input groups او forms ما بهم واحده منهم. ننزل لتحت بنلاقي انه عندنا هاي ديفولت تشيك بوكس، ناخذ هذا التشيك بوكس نحطه هون عندنا، نحذف هذا الديف ما في داعي. خلينا نحط تعليق هون عشان ما نضيع الأسماء students، شخطة شخطة، وهون كمان بنحط واحدة students end. طبعا دايما بنصح تحطوا تعليقات، بجوز واحد يجي بدالكم يشتغل بنفس الشغل فما يصير يدق لكم مثلا كل مرة يقولكم شلون سويت هاي وشلون سويت وين حاطط الكود تبع، فهون بيشوف كل شي وين بيعرف وين وبدون ما يصير في ازعاج. input والvalue ال ID طبعا بنتركه لانه جنبها، هي صاير على يمينها على ما اظن، ايه default checkbox صار على يمينها. خلينا نحط لها هذا margin top شوي empty 5 او 3 كافي، حدث الصفحة. هل هيك تمام؟ نحط فوق اشي شغلة هون انه نكتب انه اف 5 اتش 5 عفوا اد students to the class. هلا هيك عم بيقول انه اضف طلاب للدرس تبعك. نجي لهون ناخد نروح على الطلاب هون عندنا، نحن اخذين هون تبعية الطلاب نحن تمام، خلينا ناخذها مثل ما هي وجاهزة ما في داعي نعيدها اكثر من مرة يعني.
ننزل لتحت ومنحطه. هاي اللي بتجيب الطلاب من الدروس. أول شي قبل ما نسوي الطلاب ونحطهم، نجي لهون ناخد هاي كنترول اكس، وبنجي على الايكو، نحذف الايكو وبنحط فيها ايكو هون هيك، وبنحط هون الكود هاد. ليش؟ مشان يطبع لي عدة تشيك بوكسات لأسماء جميع الطلاب الموجودين. هلا ليش هون عم بيجيب الطلاب وما عم يجيب جميع اليوزرز؟ لأنه حاطين التايب يساوي 2، يعني يجيب فقط الطلاب الموجودين. هلا echo div class form، هاي الانبوت تبعيتها، بنحط الفاليو هون، نكسر النص نقطة نقطة، وبنيجي هون بنكتب row بين قوسين زوايا قائمة single quotes ID، نطبع الاي دي في الفاليو. ليش؟ لانه هذا الاي دي رح نستخدمه هلا نحن. هاي بالنسبة للاي دي. بدنا نعمل الاسم هلا، نشيل هيك نحط single quotes، كسرنا النص، حطينا نقط، حطينا row، وهون نحط اسم الطالب name. نحفظ صفحة، نروم نحدث، بنلاقي انه اجا احمد ومحمد. طيب هلا انا هيك ما ضفت اسماء الطلاب على الصفحة، كيف بدنا نضيف الطلاب؟ طبعا هاي الشغلة بدها انتباه. نيجي لعند الانبوت بالذاتها، بنحط هون name يساوي في قلب هاي النيم، بنحط array. شو يعني؟ يعني عبارة عن متغير بيحتوي قائمة students، بنحط هدول الإشارتين. شو يعني هذا الشيء؟ يعني هذا إنه كل اللي مضغوط عليهم راح ينحطوا في هذا المتغير، وهذا المتغير راح نسحبه عن طريق البوست بالبي اتش بي. فقط هاي، ما ضفنا غير هاي زيادة عليها. نحفظ الصفحة هلا ونروح على الكود. خلينا هلا أول شيء نشوف شو صار، ظلت حالة ما صار في تغيير، ولكن هذا بيعني إنه شغالة ما في مشكلة. هلا بنطلع لفوق مكان إضافة الدرس، إضافة الدرس صايرة فوق هي، تمام؟ ننزل لتحت شوي وبنشوف هون. هلا بالنسبة عنا هون، بالنسبة للكلاس، جايبين نحن الكلاس نيم والكلاس ديت، تمام؟ فهون وقت بدي أضيف أنا درس جديد لازم أرجع آخذ الأي دي تبعه، ما صح؟ فشو لازم نسوي؟ لازم أول شيء نحط عبارة عن فانكشن تجيب الدرس اي دي الدرس اللي ضفناه، بعدين بنضيف ال مثلا هلا بدنا اجباري، بعد ما نعمل هيك بدنا نضيف اجباري اي دي الدرس. ليش؟ لانه اذا ما اخذنا اي دي الدرس ما فينا نعرف شو هو الدرس اللي انضافوا عليه الطلاب. فهون راح نجي ننسخ هاي، ما في داعي نرجع نعيد كل شيء، ننسخ هاي من كلاسز، نعمل كنترول في، سيلكت اول فروم كلاسز where class name مثلا. هلا هون بدنا نجي نفكر شوي الدرس شلون راح نجيب. اول شيء عندنا هون insert into classes class name class time values class name class date. طيب هون باستخدام ال class name، ليش؟ لانه عم بيجي هون ك post ال class name. فاذا بدنا نجيبه انا برايي خلينا ناخذ ال class name post، ناخذ ال class name post Ctrl C، بنروح على ال classes where، نكتب هون where class name يساوي، نكسر النص، عفوا بنحط اول شيء هيك بعدين نكسر النص نقطتين وبنحط في قلبها ال post. ليش هيك عملنا؟ لانه نحن ما عندنا بايدنا ال ID تبع الدرس بما انه انضاف جديد. نعمل select all from classes where class name يساوي الكلاس اللي ضفناه هلا، نجي لهون نعمل result، واخذنا result بنجيب شو؟ بنجيب ال ID row ID، نحط هذا في ال ID CLS ID يساوي. هلا صار فينا ناخذ ال ID تبع الدرس. بعد ما اخذنا اي دي الدرس، طبعا هاي اذا بنحطهم كلياتهم في قلب
الـ if function بيكون أفضل. السبب هو إنه بعد ما تصير البوست خليه يسوي كل هالعمليات. هلأ في العملية الأولى جبنا أدخلنا البيانات على الدرس. العملية الثانية هلأ رح نعمل إنه يرجع ياخذ الـ ID تبع الدرس، تمام؟ مشان شو؟ مشان نضيفه على قاعدة البيانات تبعت المترابطة، مشان كل طالب ودرسه ينعرف. نيجي لهون بنعمل for each. أول شيء بنشوف إذا البوست شغالة، ذاتا البوست حطيناها add class. بعدين نيجي لهون نكتب students students يساوي post. شو هو البوست تبعنا؟ كان البوست تبعنا students على ما أظن. احنا كان اي نعم students. ناخذ البوست ما اخذته كنترول سي، نظامي وين حتى لو كتبنا، ولكن ما بدي خطأ يصير. students يساوي post students. هلا هاد وقت بده يجي عبارة عن قائمة إذا كان مدخل أكثر من واحد. فمشان نحل هذا الشيء نجي لهم نكتب for each، تعلمناها في الدرس، وبعدين نفتح هي for each نعمل students عفوا في بين القوسين students، وبعدين as students. شو يعني؟ يعني جبنا الطلاب بعدين فتحناهم حطيناهم في متغير اسمه student، وهذا المتغير طالما في عفوا جاستن أخي الصوت عندك شغال. تمام حاضر تمام. هلا بعملية التكرار هاي اللي عم بتصير هون for each students as student، هون راح يجي القائمة، بعدين القائمة راح تدور وتحط سطر سطر، يعني كل عنصر فيها للقائمة راح ينحط في هاد بكل مرة بتلف فوق ال for each. هيك بهالطريقة نحن جبنا الطالب، رقم الطالب، اي دي الطالب وين عم ينطبع؟ اي دي الطالب كنا عم نطبعه نحن قلب ال value. وقت بنحط بالتشيك بوكس صح، فهون نحن كأنه أدخلنا الـ ID هاد على الـ students، دخل على القائمة الـ ID هاد. إذا حطينا أكثر من واحد كمان دخلوا على القائمة. هلا نحن عندنا اثنين، هدول الاثنين إذا اخترنا واحد منهم كمان بيدخل على القائمة، إذا اخترنا اثنين بيدخلوا على القائمة، ما لنا مشكلة. هلا for each وبنيجي لهون نحن بنضيف الطلاب على قاعدتهم النظامية، يعني بنصير بنربط الصف مع طلابه. نيجي لهون نكتب SQL، طبعا فيني كرر الكود ما بيأثر. SQL يساوي insert into، شو كانت عندنا؟ stdcls على ما أظن، ايه std class، std class قاعدة الجدول تبعنا. بعدين شو هنن الأعمدة؟ stdid فاصلة SLS CLS ID لصق، نحط values. هلا نبلش نعبي القيم تبعيتها. شو كان عندنا قيمة ال ID تبع الطالب؟ هي ال student. ننسخ ال student وبنحطه في القائمة، نعمل هيك. طبعا هاي بما ان رقم ما في داعي، خلاص نعمل هيك هيك ونحطه. أما الكلاس، كلاس اي دي جبناه كمان نحن للسي ال اس اي دي. طب هذا للسي ال اس اي دي هل هو راح يجي كطريقة ثواني وراح يطلع من الكلاس اي دي ولا ما راح يطلع؟ راح نجرب نحن، ما مشكلة. نكتب هون نقطتين وبناخد السي ال اس اي دي بنحطه في الجدول. هلا بعد هيك بنشغل الكويري تبعه إضافة، ننزل لتحت وحدة بنعمل CLSID، عفوا مو CLSID، نعمل result، result
يساوي كون سهم شرطة، عفوا سهم كويري بين قوسين اس كيو ال. هل هيك نحن ضفنا الطلاب وجميع المعلومات على قواعد البيانات تبعيتنا؟ خلينا نجربه. حدث صفحة، نيجي له اسم الكلاس كمبيوتر، كلاس ديت اند تايم، نحطه هاد تلقائي الكافيين من قبل، نضيف احمد ومحمد اد. لازم يكون نضاف السطر النظامي. ندخل على الاس تي دي كلاس، بنلاقي انه تم اضافه عمودين جداد. شو يعني هون؟ الطالب اللي رقمه 2 والطالب اللي رقمه 3 عم ياخذوا الدرس اللي اي دي يو 5. طب الدرس اللي اي دي يو 5 شو هو؟ اي دي 5 كمبيوتر. اذا العمليه نجحت ومشي حال اضافه الطلاب على الدروس. هلا بما أننا ضفنا الطلاب على الدروس، خلينا نسوي صفحة الواجهة تبعيت الأستاذ. خلينا أول شيء نشوف هل هاي نظامية، ما نجيب الديت، خلينا نحط الديت، ديت اسمه ديت بيكر، طبعا بوتستراب. ناخذ الديت بيكر تبع البوتستراب، اكيد ما بدي هاد اكسس ريستريكتد. خلينا ناخذ اسهل واحد عشان ما ننسخ كود كتير. input provide data picker، هذا API. خلينا ناخذ هاد نشوف اذا بيشتغل عنا. بدون ال API بيكون احسن عشان ما نضيع وقت على كتابتنا. نحفظ الصفحة، نجي لهون، حدثه، طبعا ما اجا، توقعت، ولكن مو مشكلة لا حاليا، خلاص نحفظه لا حاليا هيك. طيب، هلا هي بالنسبة للدروس، هدول الدروس نحن عم نطبعهم، ولكن نحن ما بنعرف مين هن الطلاب اللي عم يحضروهم. خلينا نطبع كمان الطلاب اللي عم تحضر الدروس. شلون بنسوي هذا الشيء؟ هذا شوي بده هون بده تغيير. نيجي لعند هاي الاكو، بنحذفها، نحذف هاي، بننزل لتحت هيك، ثواني، بنسكر ال بي اتش بي هاي وبنفتحها هون عشان شو، عشان نختصر وما نكتب كتير. نيجي لهون نحذف هاي، نعمل إشارة استفهام يساوي إشارة استفهام سهم، نفس الشيء اللي ده للي تحته هون كمان، كنترول سي كنترول في، نرجع بنشوف هل هي شغالة إسا. نعم شغالة بدون أي مشكلة. طيب نحن هذا بدنا نصير نطبع تحته أسامي الطلاب اللي عم تحضر الدرس. خلينا نعمل لهذا، نجي لهون بناخد ال select from users where type 2 هاي نفسها، ولكن هلا بنجي نعمل Ctrl C، نعمل هون هيك while، ننزل لتحت نحطها هون، ليش حطيناها هيك؟ هاي مشان تطبع لنا الطلاب اللي عم ياخذوا الدرس. طيب هون بده يصير في تغيير شوي، ولكن بنحله ما عندنا مشكلة. خلينا فقط نترك ال name، ما بدنا شيء غير ال name، echo name. هلا هون اللغز وين راح يصير؟ راح يصير في ال type وفي هذا السطر هذا، يعني الـ users. select all users from users where type يساوي 2 and select all from users. طبعا هون راح يتغير هاد select name from users users dot name.
هنحط فاصل. اذا تعلمت البي اتش بي الماي اس كيو ال اجبار كنا مستخدمينه يعني. select users dot name from users where type 2. خلينا نجربها هيك، اذا اشتغلت هيك يعني ما في عندنا اي مشكله. اجيت واشتغلت نظامي، ولكن في صار عندنا شغله عطل. وشو هو السبب؟ السبب انه حاطين نحن while ال هذا row وهذا عبارة عن row. إذا راح نغير ال rows حنسوي هذا row واحد، وال result كمان راح تصير result واحد، وهاي كمان راح تصير SQL واحد، وهاي SQL واحد. هيك صار عنا ينطبعوا كلياتهم بدون ما يتضاربوا المتغيرات في بعض. غيرنا الاسم فقط، أحمد محمد محمد أحمد أحمد، كلياتهم طالعين. هلا هيك نحن جبنا احمد ومحمد طلاب، ولكن نحن بدنا نجيب جميع الطلاب فقط اللي عم تحضر هذا الدرس. نعمل select users dot name، وشو كمان from users، بعدين نعمل فاصلة، ناخذ الجدول الثاني. شو اسمه الجدول الثاني؟ std class، std class. شو كمان؟ classes. أو ما في داعي للكلاسز الصراحة، خلص. where type يساوي 2 and. هلا أخذنا هيك من جدولين نحن المعلومات. الجدول أول شيء بدنا نعرض المعلومات من النيم جبناها. الشغلة الثانية راح نجيبهم الباقيات، ولكن ما راح نعرضهم، فقط راح نعمل فيهم شروط، فإجباري نضيفه هون على الجداول المأخوذ منها. where type يساوي 2 and student id او مو student id، فينا نستخدم ال class std class، هذا هو class id cls id يساوي ال id اللي عم يجي من فوق تبع ال class name. شو هو ال id اللي عم يجي من فوق؟ class name row class name. نكسر، لا ما في داعي، بما انه هذا راح يكون اي دي، راح يكون رقم يعني اي دي. نحفظ الصفحة وبنيجي بنشغل الكود، بنلاقي انه في عنا هدول مالهم طلاب، مظبوط هالحكي، مالهم طلاب، هدول انهم طلاب، ولكن في هون عنا مشكلة انه عم بيتكرر مرتين. فشو بدنا نسوي هون؟ بدنا نضيف عدد الشروط، بدنا نضيف الشروط اكثر، نظبطهم يعني نفلتر اكثر، لانه بدون فلتره ما راح يصير. اند شو بنحط هون؟ عندنا student cls id اند خلينا نفكر شو بنحط مشان نسوي الفلتر النظام بدون اي مشكله. users dot name class id يساوي ال id، تمام صحيح الحكي، ولكن اشتغل مرتين. بنحط نحن هون اذا بدنا الكلاس، ثواني، classes class name id std class class id student id id. هون في عنا مشكلة طبعا، انه الشروط اقل من المطلوب. and classes class id يساوي id. خلينا نعمله ما بنخسر شيء. and ولكن هم بدنا نضيف ال classes. نجي لهون نكتب، ها هل عرفت شو المشكله؟ المشكله انه هون نحن وقت كنا عم نعمل تايب وال CLSID وهالشغلات هاي، ما لنا حاطين احنا الاسم قاعدة البيانات، نسحب منها لنأكد. users.clsid، لا غلط، كنترول سي كنترول في CLSID، نحذف هاي، بنجرب مرة ثانية. هلا إذا ظلت المشكلة نكتب الشغلة اللي كنا خططين لها. ظلت نفس المشكلة، عم بينطبع أربع مرات بدل ما ينطبع فقط أحمد ومحمد.
على ما أظن المشكلة هي إنه إحنا ضايفين مرتين للسطر. لا، أضيف مرة واحدة. إذن مثل ما عرفنا المشكلة موجودة ساتا، and نضيف هون مرة ثانية الكلاس، نرجعه classes dot id يساوي class id اللي هو هذا. نحفظ السطر class id يساوي ما في داعي class id يساوي std class dot id std class dot CLSID. يعني class ID. نعيد تحميل الصفحة. ضلت المشكلة. إذا الشرط هاد مطبق وجاهز. الشرط اللي بعده Steady ID CLSID يساوي ال class ID. شو كمان عندنا؟ classes Steady class users ID. نعم، هاي ما حطيناها هسه. and users dot ID يساوي std class نقطة، شو كان هذا عنا؟ std class std ID std ID. حدث الصفحة بنلاقي انه اجا احمد ومحمد هالمرة. طب ليش هيك صار معنا نحن؟ طبعا بالاس كيو ال في شغله بالقواعد البيانات المترابطه. الشغله هي انه وقت بدك تجيب شغله، بدك تجيب معلومه من قاعده البيانات او من الجدول او من 3 جداول، بدك تضطر اجباري تحط شروط كثيره مشان ما يعيد تكرار الكود، عم يعيد تكرار الكود على عدد البيانات الموجوده جوا. فاذا هون وقت عم يشوف انه عندنا سطرين، تمام؟ فهون عم بعيد هذا مرة وعم بعيد هذا مرة، وكلياته عم بيشتغل على الرقم الاي دي واحد، بعدين بيروح على الاثنين، بعيد هذا مرة وبعيد هذا مرة. فلهيك عم يطبعون 4 مرات بدل مرتين. درس الاس كيو ال اخذناه هدول ذاتا، انتم ما اخذتوه لسه، ولكن ها هي طريقة فلترة. طبعا حتى هي ما لها داعي يعني، ولكن اتركها يعني ما بيأثر. هلا انضافت احمد ومحمد، خلينا نضيفه نقطة بي ار. تمام، خلينا نكتب شغلة فوقه، نكتب مثلا students. حط بي strong students و بار بيت. خلاص هيك هو ويل بارتيسيبيت. الطلاب الذين سيحضرون الدرس. هيك تمام. الطلاب اللي راح يحضروا الدرس أحمد ومحمد، هدول مالهم بالأصل دروس. خلينا نحذفهم، خلينا نحذفهم، نحذفهم فقط. delete. yes، صار عندنا درس واحد، وهذا الدرس فيه هدول الطلاب. مفهوم يا شباب؟ في شيء مو واضح؟ إذا في شيء مو واضح بعيده. بلشنا ندخل بالشغلات الصعبة يعني الصراحة. واضح استاذ. تم هاي الشغلات شوي صح معقدة شوي، ولكن هاي بس تعملها مرة خلاص بذات ما عاد في داعي تعملها مرة ثانية. هلا جبنا الطلاب اللي عم يحضروا الدروس. طيب هاي بالنسبة للطالب، للأستاذ اللي عم يحط الدرس، تمام؟ خلينا نروح على صفحة الطلاب.
الطالب اللي بده يشوف دروسه. يعني هذا الطالب إذا ما بياخذ درسه هذا الدرس هذا، هل هو بيحضره أم لا؟ أول شيء خلينا قبل ما نسوي هالشيء نضيف لسه طالب جديد ونشوف هل راح يدخل لهون ولا ما راح يدخل. نعمل هون insert، نيجي بنكتب مثلا خالد، يوزر نيم خالد، 1 2 3 4 5، التايب 2 يعني طالب جو. حد الصفحة بنلاقي انه ما اجى خالد لهون، هذا الشيء بيعني انه اشتغلت الميزة النظامية تبعت اضافة الدروس. نضيف درس الماث، حط احمد وخالد ومحمد كلياتهم مع بعض، اد، بنلاقي انه اجى الدرس الثاني تاريخه باسمه والطلاب اللي راح يحضروا الدرس. هلا هيك صار عنا الدرس جاهز. بنروح على صفحة الطلاب، بنروح عند الطالب، هاي صفحة الطالب، نسجل خروج، ندخل باسم محمد، ما بعرف إذا ضايفه، ضايفه، يوزرز، سهم أحمد، عنا أحمد، ما محفوظ، أحمد، 1 2 3 4 5، لوجن. نيجي لون على الكلاسز، بشوف الدروس أحمد وعنده الدرسين هدول. طيب students، هدول جميع الطلاب، هاي راح تنخفى عن أحمد، هاي صفحة ال students راح تنخفى عن أحمد. شلون بنسوي هالشي؟ بهاي ال if اللي جايبينه لهون، كنترول سي، نروح على الناف بار، بالبارتس هو صاير، نحن عاملين مجلد اسمه بارتس، نروح عند ال students نكتبهم PHP code PHP، نلصق هاي الإف وبنعمل نسكر ال PHP، نفتح PHP هون، نحط إشارة هاي، نسكر، نسينا ال parentheses هون خالص. هلا هيك إذا ما كان أستاذ ما بيشوف الطلاب التانيين، اختفت فوق ما عاد تظهر عنده نهائي، فينه يروح على الـ students عن طريق هاي، ولكن نحن رح نعمل له هون عبارة عن شغلة تخليه إذا ما هو طالب، إذا طالب ترجعه على صفحته الأساسية اللي ما فينه يدخل، يعني هيدر لوكيشن index.php. هلا نرجع على الكلاسز، نروح على الستودنت، رجع كمل يروح على الستودنت. شو السبب؟ session type if not empty type and session type يساوي يساوي 1. إذا المشكلة ما أنا من ال كود، ثواني ليش طب نسجل خروج، راح ندخل بأحمد، ما لازم يقدر يدخل على ال students نهائيا، ما هيك الساعة عم يدخل. لنتأكد هل هي مفتوحة ال session، أو مفتوحة نظامي معقولة من ال header، يجوز ال header هاي بدها single quotes مو double quotes. الساعة بيدخل على ال، هلا عرفت المشكلة، المشكلة هي بتوقع وقت عم نسجل خروج نحن ما عم يشيل التايب، التايب لساته فارغ. ها هلا عرفت شو المشكلة، المشكلة هون ان نحن عم نخلي الاستاذ يرجع لصفحة الهي مو الطالب. هلا مشي حال، هلا لازم يرجعه على صفحة الإنديكس. هلا رجع، أنا هي ما انتبهت عليها. إذا الرقم 2 بما إنه كان طالب، فأنا هون نسيت أحط 2، حطيتها 1 تركتها. هلا هيك تمام، ما عاد فينه يدخل على صفحة الستودنتس نهائيا الطالب أبدا، إذا ما كان أستاذ ما فينه يدخل. نيجي للكلاسز، الطالب ما فينه يدخل على الكلاسز، خلينا نروح على الكلاسز ونشيل الكود
كونتينر هاد لانه منظره ما ظابط. لغينا الكونتينر، لا ما نرجعه، ولكن نعمله فلود. شو يعني فلود؟ يعني واسع على قد الشاشة. الطالب هون عنده هاد درسين. صور كتير خلاص ما رجع. كمبيوتر student هو will participate. طيب أنا بما أني ماني أحمد مثلا، إذا أنا أحمد بيظهر، خليني أشيل من درس من دروس أحمد، روح على الـ STD class. أحمد شو كان IDه؟ أحمد IDه 2. روح على الـ STD class، الـ ID 2 بنشيل أحد الدروس خاص فيه، نعمل delete لهذا. خلاص مروا لهون، بنلاقي إنه أحمد انحذف من هاد الرياضيات. هلأ بنروح على الـ classes، نجي لهون ننسخ كل هدول، كنترول سي كنترول اكس، حتى مو كنترول سي، نجي لهون نيو فايل كلاسز تيتشر دوت بي اتش بي، نحط هاي هون. Now let's see. New file, classes. حتى فينا ما نحطه نعملها هيك، ولكن يفضل student.php. بس هون المشكلة راح يصير في عنا تغيير في الكود، فلهيك أتوقع أحسن ثواني إذا أشوف users. الكلاس كله وينه؟ هذا هو الكلاس، هذا الكلاس. طيب نحن فينا نعمل هاد نغيره إذا كان طالب أو أستاذ، أنا مشكلة خلاص ما في داعي لهدول يا شباب، معلش كنت إنه أحسن إذا بنظبطه، ولكن خلاص لأنه محطوط هون SQL بنغيره، يعني ما أنا مشكلة. نيجي لهون عند الكلاسز، حد الصفحة صار شي مشكلة؟ ما صار، تمام. نجي لهون نكتب if، ما في ولا تكرار، if بنحط هاي ال SQL control x else، نكتب نحطه بال else. نجي لهون if session type، يعني إذا كان النوع تبع المستخدم طالب، بدنا نعمل هون SQL جديدة. إذا كان أستاذ أو L تستخدم هاي العادية مشان يظهر عند الكل. إذا كان طالب هون ننسخ هاي Ctrl C Ctrl V، نجي هون select all from classes، وبنجي بنكتب where، أو فقط نحط هون users where users، شو كمان std class where std class نقطة std id يساوي classes نقطة classes نقطة id، بعدين and users نقطة id يساوي std class نقطة std cls. ما هيك كانت std cls std id، عفوا الله يعاد شوي id. نعمل حفظ، نجي نقول كنترول اف 5، ما اجى شيء، اذا في عندنا غلط هون، نحذف هاي، نعمل تحديث، اجى اكثر من مره وجو كله ما بدي اياهم يجوا كلهم. نرجع نفلتر على هاي select all from classes،
classes where user ID يساوي std class student ID and student users 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 std class std class نقطة CLS ID يساوي class نقطة ID. حدد الصفحة بنلاقي إنه مشي حاله، مشي الحال هلا يا شباب. أجا فقط الدرس اللي عم ياخده أحمد، صح إنه أجا هذا كمبيوتر، كمبيوتر وماث ماث، ولكن أجا حدد الصفحة هون في كأنه غلط أو في شيء خاطئ بالموضوع، ضل شيء ناقص واحد. هذا الشيء الناقص هو عم يجيب الكمبيوتر، واللي ما لازم يجيبه هو شرط زيادة لازم نضيفه. لنشوف تحت إيش عملنا نحن شروط. classes id يساوي std class id user id يساوي std id. خلينا نضيف هذا كمان مقارنة ال id تبع الطالب مع ضفنا هذا ذاتا std class يساوي cls id. حط هذا كمان هو محطوط على ما أظن and std class يساوي cls id ده موجود وجاهز ذاته. خلينا نتأكد نحن أن الشروط كلها محطوطة. users id يساوي std class student id std class cls id يساوي classes نقطة ID. نيجي لهون شوف انه كل شيء صحيح، ولكن السام يجي الخطأ. select all from classes users std class. and users نقطة ID يساوي شو ال ID تبعنا نحن؟ هذا اللي نسينا أفكره، ما عملنا تأكيد ال ID تبعنا نحن الخاص فينا. مروا على اللوج إن، كانت session ID، نيجي ومنحطها في ال كود هاد فاصلة session ID. نحدد الصفحة بنلاقي انه اجا كمبيوتر هالمرة. شو السبب؟ نحن مسجلين في الدخول في احمد، ما لنا مسجلين دخول في طالب ثاني. users id طيب نحط هاي student id على هاي، نعمل حفظ نفس المشكلة. خليني احذف هاي، نحفظ الكود ما أجا الأمر. في مشكلة هون بس الصراحة ما بعرف ليش ما عم تصير، علما إنه عاملة من قبل يعني ما عم يجوا الطلاب كلهم، يعني هو هون مشكلة ما عم يجوا الطلاب، يعني مو إنه ما عم يجي بس طالب أو هيك، لا ما عم يجوا نهائيا. خلينا نحل هاي المشكلة بطريقة كود هاد، ناخده كلياته نعمل select ناخدهم كلياتهم هدول. وين بنروح؟ على ال PHP يا شباب. نجي لهون SQL نلصق users id stairs id season session id and نشيل ال and، نعمل نسخ، نشغل هذا الكود، نشوف ايش عم بيجي. عم بيجوا أحمد محمد أحمد محمد خالد أجا أجا كل شيء هيك بالطريقة. طيب خلينا نيجي نعمل هيك كنترول V and user ID and user ID يساوي أحمد، شو كان user ID تبعه؟
احمد اي دي تبعه 2 يساوي 2 كنترول سي كنترول في. احمد اجا هلا، فهون هاد الكود صحيح، اشتغل نظامي على الموقع بدون اي مشكلة، ولكن هون ما اشتغل نظامي. classes id and users id يساوي 2، خلينا نجربه هلا. هون اجا كمبيوتر، وهو هون الخطأ. نحذف هاد وهاد وهاد، سيف ما بشي حال. ثواني، يوزرز نقطة اي دي، هم صحيح الكود يعني ما فيه مشكلة، ولكن هي ما لها داعي. وشو كمان، هاي ما لها داعي. كمبيوتر كمبيوتر اجا كله هو اس تي دي كلاس، كلاس اي دي، كلاس اي دي اس تي دي اند اس تي دي كلاس يس نقطة سي دي اي دي يساوي سي دي اي دي يساوي يوزرز، لا مو يوزرز، يساوي سيشن. يعني حاطط سيشن والله بكتب عنه مشكلة سيشن. سيشن بين قوسين بنحط هون اي دي، ما اجا الكود، هذا الشيء غريب طبعا. بنروح على الاس كيو ال، طبعا دائما اعملوا هيك اذا صارت عندكم مشكلة، لانه هي بتصير، هدول مو مترابطات، تصير المشاكل يعني ما مشكلة. جو، طيب نرجع اس كيو ال، بكتب هون select classes نقطة class name فاصلة، شو كمان بدي class name فاصلة time، لكن هذا جاي من classes نقطة time class time عفوا from classes user std class where std class نقطة sls id يساوي class id، ولكن std class std id يساوي 2 Ctrl C go اجو كل ال معلومات. معقولة يا أحمد عم ياخد كمبيوتر وهدول الاثنين وأنا غلطان هي ماني شايف ولا شيء؟ مستحيل، لأنه أحمد اي دي 2 اس تي دي كلاس 2 ما له اخذ دروس يا اخي. اس كيو ال اس تي دي كلاس نيم كلاسز كلاس تايم فروم كلاسز يوزر اس تي دي كلاس، وير اس تي دي كلاس يساوي 2 اس تي دي كلاس كلاس اي اس تي دي اي دي يساوي CLS ID يساوي class name classes dot class class عفوا ID ID suppose اجوا كلهم هلا، حاسس انه هلا مش حال على ما اظن. and std class نقطة std id يساوي 2،
كمبيوتر، انه ما لازم يجي هذا، بس ما بعرف شو السبب. يعني اس تي جي اي دي 2 عم بيجي لي كمبيوتر، بالاصل ما في عندي كمبيوتر، ذاك ما في حدا عم ياخذ كمبيوتر في الصفحه كلها. ياخذ هاد 2، عم ياخذ فقط الدرس رقم 5. الدرس رقم 5 شو هو؟ كمبيوتر. 2 عم ياخذ كمبيوتر، اذا نحن شغلنا نظامي من شوي كان. غريبة يعني صراحة. خلص كم نرجع هاد. ناخذ الكود اللي كتبناه، ثواني. ستيدي اي دي هذا يمكن حذفته انا. student class cls id يساوي classes dot id، مظبوط هذا. and std class student id يساوي ال id تبع طالب. ضل and users dot id يساوي std class نقطة stdid. شغل الكود، نلاقي انه اجى بس كمبيوتر. اذا شغلنا نظامي، كان نظامي بس نحن غلطانين في اسم، انا غلطان في اسم الدرس. هلا حلينا مشكلة الكلاس، ضل نحل مشكلة الكود هذا عم يعطي ايرور. شلون بنحله؟ SQL select all from SQL row MySQL fetch as soak select users dot name from user std class classes where type تساوي 2. وهذا فيه خطأ. هلا بما انه انا ماني، بما انه هذا طالب لازم ينعرض، لازم يعمل هون هاي الايكو شغله row واحد name select users dot name. ما أعرف شو هاي، شو قصتها هاي. query SQL جابوا نظامي result. هون عندنا كمان نفس الشي result، ولكن في مشكلة. خلينا نحن نسجل دخول كأستاذ ونشوف هل عم يشتغل هون. log in classes عم بيشتغل نظامي وقت بيكون استاذ، ولكن وقت اللي بيصير طالب احمد ما عم يشوف معلومات الطلاب. خلينا نشوف هون اذا عم بيطلع شيء كود ولو بسيط echo او اي شيء. student will participate ما عم تيجي حتى هاي. إذا المشكلة من الكود هذا عم بيمنع أخذ البيانات. select all from classes class name time، بعدين بيجي لهون SQL واحد select users dot name from user std class classes where type يساوي 2 and std class class id يساوي draw dot id. هون عم بيصير عندنا مشكلة انه ال ID تبع الدرس CLS ID ما عاد عم يجي على ما اظن. اذا عملنا هون select all الصفحة، طبعا هاي متعلقة في هاي يا شباب. فهون وقت عم ناخذ هذا الرو اي دي عم يتأثر ال while هاد بهاد. فالحل هاي المشكلة هو انه نغير كلها هذا، نغيرها كلها. طيب 2 تمام،
السي دي كلاس يساوي سي ال اس اي دي. مو مشكلة، خلينا نحن نحط ال هاي. ولكن هو هذا صحيح نظامي يعني، هو بشكل عام. ليش؟ لأنه هو الطالب ما في داعي يشوف مين بده يحضر الدرس يعني بشكل عام، انه يفضل خلص الاستاذ فقط يشوف انه هذا انا درسي، انا طالب شوف بس درسي، ما في داعي يشوف الطالب اللي عم يحضر معي ولا هاي يعني، ما في داعي، فقط الدروس تبعات الطالب نفسه. انا برأيي شغلة صحيحة هاي منطقيا يعني، من البرنامج لحاله هي منطقية الشغلة، ولكن كان يفضل انه نطلع، فينا نطلع هلا ولكن بدها تخرب يعني. لا هاي ليش؟ السبب هو انه بدي شيل ال اي دي، خلينا نشيلها هاي. ما هاي بلس اي دي صحيح. اذا هاد الرو خلينا نشيله، نعمل حفظ، اجو كلياتهم هالمرة. أحمد محمد خالد، أحمد محمد محمد خالد، ليش مرتين محمد؟ classes std class، نعم واحد مكرر وبياخذ درس نفسه، درس 5 و6. لا مين عم ياخذ درس 5؟ الرقم 2 و3 users، 2 و3، أحمد محمد وخالد ما له علاقة بالموضوع، ولكن مع هيك أجا. إذن هاد شو سويت؟ users ID يساوي stdid stdclass class يساوي stdclass class equals stdid. هاي هي اللي بتأثر على المعلومات. طيب الكلاس عم يجي اسم الكلاس نظام، بعدين classes dot id std class class id and users dot id. users.id هذا هون، إذا عملنا هاد والسيشن نفسه بجوز يصير session id. ماشي حال، خلاص انا برايي اذا طالب ما في داعي يشوف الطلاب اللي معه يعني، اسماء الطلاب راح يشوفهم بالدرس، ولكن اذا كان استاذ خلي يشوف الكود، هيك برايي يعني صحيح، هيك لازم. ناخذ هاد حطه هون. شو السبب؟ السبب هون نكتب if وهاد هيك اكس، اجي لهون نكسر ال بي اتش بي، بعدين نرجع نفتح بي اتش بي هون، نسكره، نحط هاد هون، ناخذ هاد كمان كنترول اكس، كنترول اكس، نجي لهون
هذا الديف وهاي ما في داعي لهم خلاص، هاي بنشيلها كنترول اكس. تمام، هلا هي الاف هيك سكرناها هون، بعدين طبعنا هاي، بعدين رجعنا سكرناها، بعدين نسكرها هون، ما سكرناها لأنه لا مسكرة. SQL هاي تبعية ال while loop، هاي تبعية ال if، هاي راح تضلها فاضية من الحسبة. ليش عملنا هيك؟ عشان ناخذ ستيشن تايب، هاد نعمل له if ستيشن تايب يساوي واحد فقط راح تبين عنده unclosed on this. هل ذكرناه يعني ناقص كان parentheses. هل هيك تمام؟ الطالب هيك بيشوف والاستاذ بيشوف الطلاب اللي موجودين كاملين. طبعا بتنعمل انه يظهر الطلاب كلهم هيك للطالب، ولكن مثل ما قلت بده تغيير الملف يعني، فما في داعي نغير الملف هلا حاليا كرمال نشوف يعني فقط الطلاب اللي معنا. هو الطالب فقط راح يشوف التاريخ، طبعا راح نضاف اكثر شغلات عليها، ولكن حاليا هيك. راح ندخل للاستاذ لوج ان ستودنت كلاسز، صار في عنا محمد ستودنت براكتس. هلا هي صحيحة ولكن في شيء عندنا هو خاطئ. الشيء الخاطئ هو انه في ديف على ما اظن وقعان من الاكواد يعني جاء رو كولم 12، هذا الديف لازم يكون بي بي كولم لازم يكون هون تحت هاي. اي نعم لازم يكون في قلب هاي ال، نعمل هيك بي اتش بي، سكر البي اتش بي ونحط الديف ونرجع بنفتح البي اتش بي لانه في صار خطأ بالستايل. هلا مشي حال. هلا هيك كمبيوتر ستودنت هيل بارتيسيبيت ماث اد نيو كلاس، وهيك صار عندنا ال نظام تبع الطلاب انه الاستاذ بيضيف هون، بده ينطبعوا طبعا كل الطلاب الموجودين، كل شيء طلاب موجودين هون ببلش يختار من عنده الاستاذ بيختار، بجوز يكون في 100 طالب 200 طالب ما بيهم، المهم انه الاستاذ على كيف وشو بيختار ما بيختار هيك لازم يختار يعني، ولو بده ياخذ وقته كل الاساتذه هيك. هاي صفحة الطلاب الصفوف، طبعا اليوم عملناها يعني هي شغلة صعبة ما سهلة يعني بصراحة، ولكن يعني كانت مستاهلة تكرار هدول الاي ديات. هاي طريقة الفلتر هاي لحالها كان بدها بالجامعة كنا ناخذها، كان بدها درسين ثلاثة الى يعطونا بس سطر واحد هيك يشرحوا لنا السطر يعني، لكن نحن خلصناه بدرس واحد ممتاز. كلاسز هيك تمام. شو كمان في اسه؟ لا ستودنت كلاسز students، نرجع للكلاسز بنشوف هون شو في شغلات اسا بدنا نضيفها. كمبيوتر اسم الدرس تاريخه الطلاب تبعته هيك جاهز بالنسبة للأستاذ. طيب بالنسبة للطالب خلينا نعمل شغلة انه طالب الدروس اللي أخذها انه finished يعني الدروس اللي خلصها الطالب. new table، نعمل هون نحن نيجي لهون نكتب اول شيء بنروح على السكول لانه في خطأ عندنا create table بنسميها finished
بي ال اس، يعني الدروس اللي مخلصها الطالب classes. شو راح يكون فيه؟ راح يكون فيه اي دي عادي، هوية تبعيته، اسم اي دي الدرس، اي دي كلاس، وشو كمان اي دي تبع الطالب student. شو كمان ضل شي هسه؟ لا ما ضل، هذول كافيات. اذا ثلاثة كافي. create الاول هو الاي دي، اوتو انكريمنت برايمري كي، هون راح يكون اس تي دي اي دي، وهون راح يكون كلاس اي دي نفس هذيك تقريبا، ولكن هاي طريقة تانية. فينيشت كلاسز يعني ما لازم، يعني اذا خلص، اذا خلص الدرس الطالب ضغط عليه بتنضاف لهون. شو بدنا نعمل هلا؟ بندخل على الطالب احمد، هذه 3 4 5، لوج ان كلاسز، نحط هون زر انه حضور. طبعا هو بجوز حدا يحط رابط يعني، ولكن نحن مجرد ما يدخل عليه ولو مرة لازم يحسب انه دخل على الدرس. خلاص هيك يحسب كل الدروس هيك بشكل عام. كلاسز اذا كان طالب راح يطلع له زر، وين راح يكون الزر موجود؟ راح يكون تحت التايم، تحت الطلاب، تحت التايم. نيجي لهون نكتب بوتون، نحط اول شي فور ميثود بوست، معلش ينطبع، ها بتنطبع الفورمات، عدة فورمات ما بهم، بوست والفورم هون. ناخذ هذا البوتون وبنعمل بوتون، خلاص بوتون كافي. نجي لهون تايب سبمت، يعني تشغيل. النيم تبعه راح يكون نيم يساوي participate، يعني يمكن كان خلاص غلط هون participate، لا هون participate control C، بنطلع لفوق تحت هاي نكتب if is set post participate. جواتها بنكتب الكود تبعنا. أول شيء ناخد ال هاي. هلا أنا برأيي في شغلة هون ما في داعي نستخدم البوست الصراحة. ليش؟ لأنه هون مشان ما نعذب يعني حالنا في شغلة ال، عشان ما نعذب حالنا في ال ID، ولكن هو ما لنا مشكلة، فينا نحط هون هايد لل input، نعمل input hidden input hidden. شو يعني؟ يعني مدخل ولكن مخفي. participate will class ID، تمام. هيك بنكون نحن أخذنا class ID وأخذنا ال participate. class ID بناخده بنطلع لفوق نعمل هون post بين قوسين. ليش عملنا بوست كلاس اي دي؟ هلا هون نحن وقت رح نطبع رح نحط في قلب الانبوت هاد فاليو، بس هذا مخفي. الفاليو هاي رح تحتوي على شو؟ رح تحتوي على الكلاس اي دي، يعني الكلاس اللي عم بيجي من هون الاي دي تبعه رح ينحط هون، رح ينطبع. فبننسخ هاي كنترول سي كنترول في جواتها وبنكتب اي دي سيف. بعد ما عملنا سيف نحن نجي ونروح على ال class ID، نعمل هون cid
يساوي post plus id. جبنا الـ id هلأ مش في حال. هلأ بنعمل sql يساوي insert into finished CLS. على ما أظن كانت finished CLS classes سميت أنا classes بلش ضيع بيناتهم finished classes. الأعمدة شو هي الأعمدة؟ العمود الأول كان اللي راح نضيف عليهم فقط std id و cls id. std id cls id values بين قوسين نحط هون المعلومات. اول شيء خلينا نسكر سيمي كولن نكسر السطر نحط student id. شو هو session؟ ناخذه من السيشن مفتوحة هي id. نيجي لهون فاصلة الكلاس id كان cid نقطتين cid هيك تمام. هلا بنشغل الكود. كيف بنشغل الكود؟ ناخذ الهاي فورا ما في داعي نحط نكتب الصقه هون خلاص شغل. هلا بنروح لهون حد الصفحة. طبعا الزر فاضي عندنا ما حاطين فيه شيء. participate يعني احضر. حط له كلاس button primary احسن شيء هيك ان شاء الله. هلا للطالب هيك ببين حاليا ما ببين. نعمل بي اتش بي نكتب if نعمل هيك ننسخ هاي كنترول سي كنترول في. كثير كثرنا هيك شغلات ولكن اجباري يعني ما في مفر من هيك شغله يعني الصراحه. if session type يساوي 2 فقط يعني إذا كان طالب فقط يظهر له unclosed وين المانا مسكرة. لا مسكرة underline 143. طبعا line 143 عم بكتبه ولكن هو أكتر. خلينا نشوف هون ليه ما مسكر. سكر كله مسكر مشكلة من هون. لا هون هون مشكلة. if ازاي هاي الضارة بعدين هلا هيك تمام. هلا اذا كان طالب تطلع له كلمة ال participate. participate في شغلة اذا ضغطها نروح على ال جدول هاد finished classes بنلاقي انه دخل ال ID تبع الطالب مع ID الدرس. نرجع نضغط مرة ثانية نرجع نلاقيه كمان رجع دخل. اذا شو يعني؟ يعني مشي حال الكود نظامي. هلا finished classes نجي لهون بنلاقي انه عندنا participate. خلينا إذا participated يعني if نعمل لها هي كمان الشغلة ولكن هي بتطول كتير كمان. بدنا نكتب كود طويل عريض مثل هذا كمان طويل شوي ولكن بعدين بنعملها هاي إن شاء الله بكرة أو بالدرس الجاي. يعني نعمل قديش درس ضل الدرس يا شباب؟ على الساعة شد بلشنا؟ أستاذ مو الساعة تسعة بلش وخمسة وثلاثين أعتقد أستاذ، 35 ما هي ايه أعتقد إيه تقريبا يعني خلص الدرس اللي هيك ها لازم المفروض إيه. تمام. اذا هيك اذا كل شيء واضح يا شباب ان شاء الله يكون كل شيء واضح. يعني اذا في شيء ما نكون فهمانينه يا شباب يعني اتمنى يعني عن جد تتواصلوا معي ما انا مشكله يعني برجع بعيدهم كلياتهم. المهم يكون واضح كل شيء ومفهوم يعني. واذا اردتوا اي مساعده يعني ولو بمشروع خاص او شيء يعني
كمان ان شاء الله بكون موجود، يعني ان شاء الله بتتواصلوا معي انا بساعدكم ان شاء الله. فاذا في عندكم اي سؤال يا شباب. لا بالنسبة شكرا لي أستاذ. للأستاذ تمام، بالدرس القادم إن شاء الله بنكمل هاي تبعية الفينيشد كلاسز، بنسويه إذا كان مخلص يصير هذا disabled، بنعمل هون قسم الدروس اللي أخذها الطالب مثلا، وبيختفي من هون إذا مأخوذ إن شاء الله الدرس القادم. طبعا هدول كمان شالتهم طويلة، السبب إنه ركزنا بصفحة واحدة كل هذا الوقت هو إنه هدول الأكواد دول طوال، الشغل فيهم ما سهل يعني الصراحة، ما بقول إنه سهل يعني، طلعنا عليه تقريبا 100 158 حرف لحاله، ف طبيعي يعني هذا الشيء، المهم يكون مفهوم. إذا كل شيء مفهوم درسنا هون نكون اليوم إن شاء الله خلص. إذا في أي أسئلة بتبعتوا لي إما على الواتس أو بالدرس أو بالدرس القادم، إذا ما في أي سؤال لأنهي الدرس. توصونا شيء يا شباب. لا أستاذ سلامتك. الله يسلمكم يا رب، يلا السلام عليكم.